اللهم اهدني في من هديت، واعفني في من عافيت،
ما قضيت فإنك ترضي ولا يرضى علي ولا يعز من عادي ولا يزل من والي ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا جميعا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا شافع الأمراض يا حل المشكلات. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم أنزل علينا السكينة والشفاء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب خطيئة. الله
سبحان ربك رب